الراقصة الرائعة. البالونات. آسف ترو. لا بأس يا بارتلبي، لدينا الكثير من الزينة التي سنعلقها ولن تنفجر. هذا رائع، شكراً ترو. وعندما ننتهي سيكون مدرج الألوان رائعاً جداً. سيكون رائعاً جداً لحفلة ملك قوس قزح. الحفلة الراقصة الرائعة. شكراً لأنكما بدأتما بالتزيين، لكن حان الوقت لتدعو الأمر لمخططة الحفلات المحترفة. أنا! ولن تكون زينتي الشيء الوحيد الذي يستحق المشاهدة. أنت راقصة بارعة يا جريزيلدا. أعلم، وبعد التحضيرات وعندما تبدأ الحفلة الراقصة سيعلم الجميع في كل مكان بذلك. حسناً، حان وقت اللعب. سعيد أنك تستمتع بوقتك. كفى عن تلميذي. مهلاً، سأساعدك. شكراً على رقصة. هذا من دواعي سروري. ترو، مرحباً. كيف تسير تحضيرات الحفلة الراقصة الرائعة؟ إنها رائعة جداً، نكاد ننتهي. والأفضل من هذا أن الملحن بينجو بانجو سيأتي ليعزف لنا بعض الألحان. يا للروعة، ستكون كل أعين المملكة مركزة عليه. كل الأعين؟ فرصتي. ترو، هل يمكن أن تذهبي إلى محطة ترانزيت كي تحضريه إلى هنا؟ بالطبع أيها الملك، يسرني ذلك. ولكنها مشغولة بتعليق الزينة. ولكن لا تقلق أرجوك، أنا سأحضر وينجو كلانجو. بل بينجو بانجو. قلت هذا. وداعاً. فرصتي لأسمع موسيقى بينجو دينجو قبل الحفلة. لطف منها أن تذهب وتحضر بينجو بانجو من أجلنا. كان ذلك لطيفاً، إن ربما أكثر من اللازم. باسم ملك قوس قزح، أرحب بك يا بلينجو بونجو. شكراً لك. ها؟ ماذا؟ لا لا، ليس أنت. جميل. توقف فروكي. شكرا أيها الكلب الصغير. أوه، هذا أنت أخيرا. نعم، أدعى بينجو بابا بابا بانجو. أهلا بلينجو بلانجو. اسمي بينجو بانجو. قلت هذا. وأنا جريزيلدا، متحمسون لسماع موسيقاك في الحفلة الراقصة الرائعة. هذا رائع. أنا متوتر قليلا ولكنني مستعد لهذا. اطمئن، عندما أرقص على أنغام موسيقاك ستتركز العيون علي. أوه رائع، أظن ذلك. الآن لنذهب إلى قصر جراند هول حيث أستطيع، يعني نستطيع التدرب. ماذا؟ أريد أن أسمع ما لديك. رائع، يبدو مدرج الألوان رائعاً. قمنا بتزيينه بشكل رائع. البالونات في الأعلى، أشرطة زينة معلقة، عمود الخدش جاهز. إن أراد أحد ما أن يقوم بالخدش، حسناً، العمود من أجلي. مهلاً، عرفت ماذا نسينا. ماذا؟ وقت القيلولة. وقت الطعام. ستعود جريزيلدا قريباً مع بينجو بانجو، سأوقظك حينها. والآن أيتها الجريزمو، تظاهروا بأنكم الجمهور وشاهدوا، سأظهر على المسرح، فهمتم؟ الموسيقى. توقفوا، توقفوا. اعزف لحنا أستطيع الرقص على أنغامه بدون أي مشاركة من أحد. سأبدأ من جديد. لا أحد يرقص على هذا، حتى أنا الراقصة البارعة. أنا منزعجة جداً. أنا آسف. إن كنت لا أستطيع العزف من أجل راقصة بارعة مثلك، فربما أكون. ملحناً مريعاً. ستعزف أفضل. لا تريد أن تخيب ظن ملك قوس قزح وأولئك الأشخاص في الحفلة. حسناً، ابدأ العزف ثانية. ابدأ وينجو كلانجو. فظ. ما
معلوماً رائعاً عن البسكويت اللذيذ عندما أيقظتني. كانت قطع البسكويت ترقص على طرف لساني. البسكويت اللذيذ، إنه لذيذ جداً ومقرمش، مقرمش جداً. يبدو أن حلمك لذيذ، ولكن لدينا مشكلة. لم تأتي جريزيلدا وبينجو بانجو إلى مدرج الألوان، وأنا لا أراهما هنا. أرى بعيني شيئاً له شكل بينجو. ها؟ بينجو بانجو هناك. إنه يغادر. توقف، انتظر يا بينجو بانجو، انتظر. بينجو بانجو، توقف، عد. رو، أوقف الحافلة. هذا رائع، لم يعد لدينا أي ملحن من أجل الحفلة الراقصة. ماذا حدث؟ لماذا لم تستقبل بينجو بانجو؟ فعلت ذلك، جاء إلى قلعتي ليتدرب، ولكنه لم يعزف جيداً مطلقاً. حقاً؟ هذا مستبعد عنه. ثم قال إنه ملحن مريع وغادر ببساطة. أين سنجد ملحناً آخر الآن؟ لن نحتاج إلى ملحن آخر، علينا فقط أن نجعله يشعر بالتحسن. نحتاج إلى مساعدة الأمان. كيوميولو، كيوميولو، مستعد لأخذنا إلى شجرة الأمان؟ لنذهب إذن. شكراً كيوميولو. مرحباً زي. مرحباً زي. مرحباً بكما. ما هذا الذي تستخدمه؟ هذا مقراب الأمان لأرى داخل الأمنية وأعرف عن مزاجها. مزاجي؟ ها؟ السمات التي تتمتع بها، تريان، لها مركز من الفقاعات، يعني أنها تحب الضحك. رقيبة. شكراً لك. مستعدان للحفلة الراقصة الرائعة؟ ليس تماماً، لقد غادر ملحننا بينجو بانجو. أوه لا، لا موسيقى من دون ملحن. لنفكر قليلاً. إذن لماذا غادر بينجو بانجو؟ قالت جريزيلدا إنه لم يكن يعزف جيداً، وعندما رأيناه بدأ منزعجاً جداً. لقد أخبر جريزيلدا بأنه ملحن مريع. يبدو أنه قد فقد ثقته بنفسه للأسف. ثقته؟ طبعاً ثقته. ما معنى ثقته؟ أن تتأكد بأنك بارع. إذن إذا شعرت بأني بارع في ممارسة حركات الهيررة جيداً، يعني تتمتع بالثقة. نعم هذا صحيح، أقفز وأدور وأركل. لكن إذا شعر بينجو بانجو بأنه لا يستطيع عزف الموسيقى، يعني فقد ثقته بنفسه. عليه استعادة ثقته بنفسه. أنا بارع أيضاً في القفز والدوران والسقوط. حركات رائعة بارتلبي. إنها ثقة. أعتقد تحسين مزاج بينجو بانجو خطوة أولى ومهمة. وقد كان هادئاً جداً عندما رأيناه. ربما يحتاج شيئاً يساعده على أن يكون صاخباً. ويحتاج إلى استعادة إيقاعه. هذه الأمور مهمة للملحن. حان الوقت لأمنياتك الثلاث. أنا جاهزة. يا شجرة الأمان، يا شجرة الأمان، يا شجرة الأمان. شاركيني أمنياتك الرائعة. بالمزيد لنتفقد موسوعة الأمان. نعم، ها هو.
أمنية شمشم استثنائية في الاهتزاز. الاهتزاز؟ تستطيع أن تهز أذرعها في كل مكان معاً. هذا رائع. نحن نريد إبهاج بينجو بانجو، لذا سأطلب من شمشم الاهتزاز إلى أن يضحك بينجو بانجو. لن يستغرق هذا وقتاً طويلاً. أمنيتك الثانية. ها هي، بوم بوم يستطيع أن يجعل الهمسات الهادئة الصاخبة. إنها الأمنية الأمثل لملحن هادئ. ماذا قلتي؟ أنا لا أسمع. أين أمنيتك الثالثة؟ ها هي، بيبو يقفز كثيراً بسرعات وأشكال مختلفة. كيف يمكن للقفز أن يجعل بينجو بانجو يشعر بالتحسن؟ لكن يسرني أن أحاول. شكراً يا زي، وشكراً لك يا شجرة الأمان لأنك شاركتني أمنياتك. هيا بارتلفي، لنجد بينجو بانجو ونساعده على استعادة ثقته بنفسه. إلى اللقاء زي. بالتوفيق. يبدو أنه يتجه إلى الغابة اللانهائية. علينا أن نوقفه. أوبس. أعرف ماذا سأقول له. بينجو بانجو، الشهير بينجو بانجو، هذا أنت، نحب موسيقاك. لماذا؟ فأنا ملحن مريع. حسناً، لماذا لم يفرح؟ أدعى ترو، وهذا بارتلبي. أتينا لنأخذك إلى الحفلة الراقصة الرائعة. لا أستطيع العزف هناك، أنا آسف. عجباً، يجب أن نفعل شيئاً ما. الآن سأستخدم أمنيتي الأولى. زب زاب زو، أنا أختارك. استيقظي يا شمشم وحققي أمنيتي. حسناً يا شمشم، هلا قمت ببعض الحركات الاهتزازية كي تجعل بينجو بانجو يضحك. أنا أهتز كالهلام. لم ينجح. لنحاول ثانية. اهتزي أكثر يا شمشم. أنا أهتز كالهلام، يجعل بطني يهتز. إنه الاهتزاز. اهتزاز اهتزاز، أنا أهتز وأدور وأتمايل كالهلام. أهتز كالهلام تماماً. رائع، لقد أصدر ذلك صوتاً مذهلاً. دعني أحاول. أجل، إنه صوت رائع. بوم بوم بوم. لقد خطرت لي فكرة. يحب بينجو بانجو الألحان الموسيقية، إذا أحدثنا المزيد منها فقد يشعر بالابتهاج. أعلم أنك تحاول ألا تضحك. هيا، أنا أرى ابتسامة صغيرة، لنجعلها أكبر. حسناً، لقد نلت مني. لقد جعلتني أضحك. بارعة. شكراً لك يا شمشم، أحسنت في الاهتزاز. حان الوقت لتعودي إلى الحقيبة. هل تشعر بالتحسن؟ نعم، شكراً. هل أنت مستعد لعزف الموسيقى في الحفلة الراقصة الرائعة؟ لا أعلم، أريد ذلك، ولكن ماذا لو كنت مريعاً؟ لما لا تحاول عزف الموسيقى هنا؟ لا يوجد جمهور، نحن فقط. حسناً، سأبدأ. أحسنت، يمكنك ذلك. لا أستطيع، أنا مريع، لا أستطيع. لا، بينجو بانجو، انتظر. لا، كف عن اللحاق بي. أراه يختبئ خلف شجرة، اختبأت مرات عديدة خلفها، ليس جيداً. بينجو بانجو، كنت جيداً، عليك فقط أن تتحمس أكثر، إنك تبرع في عزف الموسيقى. كنت أبرع في عزف الموسيقى، أما الآن فسأخيب ظن الجميع. لا تزال ثقته بنفسه قليلة. كيف سنجعله يعزف في الحفلة الراقصة الرائعة إن كنا لا نستطيع عمل هذا؟
ليس من أجلنا بل معنا. هيا. أوه، صوت رائع. عندما عزفت على وتر شمشم انضم إلينا بينجو بانجو وعزف لحنه. إذا عزفنا أغنية كاملة فربما ينضم إلينا ثانية. فكرة رائعة ترو، فلنعزف بعض الموسيقى. قلت يكفي. نحن بحاجة إلى مزيد من التدريب. نحتاج إلى شخص ما يزودنا بإيقاع موحد لنعزف على أنغامه. مهلا، خطرت لي فكرة. تستطيع أمنية بيبو أن تحافظ على الإيقاع بالقفز. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ يا بيبو وحقق لي أمنيتي. بيبو، أمستعد لإصدار إيقاع يساعدنا على تحريك أقدامنا؟ حسناً بيبو، أريني كيف. مهلاً مهلاً، ليس بهذه السرعة. هل تستطيع القفز في إيقاع منتظم؟ بام 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 بام. رائع. سنبدأ. الجميع يرقصون. أنت ملحن رائع. شكراً ترو، هذا يعني للكثير. إذن ماذا ننتظر؟ هناك حفلة راقصة رائعة تحتاج إلى موسيقى راقصة رائعة. لنذهب. اذهب أولاً، لا أعرف كيف أصل إلى هناك. رائع، اسمع صوت الجماهير. يبدو أنهم مستعدون للرقص. هل أنت مستعد لتحميسهم يا بينجو بانجو؟ أعتقد ذلك. ربما أنا نعم نعم، أنا مستعد. نعم. مهلا. لا، بعد التفكير في الأمر لست مستعدا. ألا تزال غير مستعد للعزف في الحفلة؟ كنت مستعدا لذلك والآن لست متأكدا. مرحبا جينجو كلينجو، اسمي بينجو بانجو. قلت هذا، لقد عدت. الحفلة الراقصة ستحظى بملحن رغم كل شيء. لا أعلم بشأن هذا، هناك من يعتقد بأنني لست جيداً. غريزيلدا، عندما أخبرته أنه لا يحسن العزف فقد صدقك وأحس باستياء شديد. حقاً؟ لم أقصد أن يستاء، ولكن إن كان لا يريد العزف فلا مشكلة، أحضرت معي ملحني الخاص. هيا فروكي، ابدأ العزف. سيبدأ الآن. فروكي ويكيكينز، تستطيع أن تفعل هذا؟ أرجوك. يجب أن يكتفي بجعل لعابه يسيل. حسناً، اجعل الملحن يعزف حتى يرقص الجميع. نعم. فقد أردت أن أتميز. غريزيلدا، الجميع يحبون الرقص، ولكننا نحظى بالمتعة الأكبر عندما نرقص كلنا معاً. لدي خبر سيء، لن تكون هناك حفلة راقصة. ملك قوس قزح، ما المشكلة؟ انظروا، ليس لدينا جمهور. أولا، إذن تلك الضجة التي سمعناها لم تكن صوت دخول الناس إلى مدرج الألوان، وإنما صوتهم وهم يغادرون. عندما لم يظهر بينجو بانجو قرروا العودة إلى بيوتهم. يا للمصيبة، لا يوجد شيء رائع في هذا الأمر.
بينجو بانجو هنا أيها الملك، نستطيع إنقاذ الحفلة. لكن كيف؟ لم يتبقى أحد. أنت الوحيد الذي يستطيع إنقاذ الحفلة الراقصة الرائعة يا بينجو بانجو، هل تستطيع ذلك؟ أنقذ الحفلة؟ أجل، أستطيع. لنرقص، 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 هيا هيا هيا، استعدوا لنرقص. لا أفهم، أنا أعزف بشكل رائع ولكن لم يعد أحد. ربما لا يسمعونك، لا تقلق، سأتولى الأمر. زيب زعب زو، أنا أختارك. استيقظي يا بوم بوم، وحقق لي أمنيتي. حسناً بوم بوم، هل أنت مستعد لتضخيم الصوت؟ لنرسل هذه الموسيقى إلى كل الأنحاء. حفلتنا الراقصة الرائعة. شكراً ترو، ما كنت لأعود إلى المسرح لو لم تساعديني. نعم، في أي لحظة الآن سيبدأ الجميع بالرقص. سيكون من الأفضل أن تشجعيهم على الرقص. انظري، لديك معجبون. كنت محقة، الرقص مع الآخرين ممتع. رقصك رائع يا جريزيلدا. هكذا تكون بالفعل الحفلة الراقصة الرائعة. شكراً ترو. سعيدة بتقديم المساعدة.